لازم أدور على ويلر. في حد عايز ليلة في الكوخ؟ الكاي، قول لي انت عاوز ايه؟ انت ايه مشكلتك؟ واحد من رجالتي هرب من الممزقين عند ايرن بيوت وعذبوه زي العادي بتاعهم، بس المرة دي سألوه لو يعرف اتنين بموتسيكلات رجالة، فضلوا يسألوه لو شافهم او سمع عنهم. في سواقين موتسيكلات كتير، ايه بقى علاقة ده بيا؟ الممزق سماهم مانجرلز، كم واحد لسه بيلبس شرط النادي هنا كأنها حاجة مهمة. بتسألني؟ دول متمنين سعر قتلك. حاسس بإيه لما بدلنا الأدوار؟ قال ليه بقى ما تورينيش اللي معاكو خلاص عشان ما عنديش وقت لكده. اللي رايحك أديك. ده اللي هناك، ده سلاح كويس. ده سلاح كويس. أيوة طبعاً. اتحرك. يا راجل ارجع اشتغل وكفاية دلع بقى. يلا يلا نكمل شغل. دلوقتي أنا عايز أعرف أنا هدي الحاجة دي لمين. ما نقدرش نسافر للشمال من غير ما أجيب معدات أفضل. هي تكر. هي تاك، جبت حاجتي من ليون؟ أيوة، كوب كان عايزني أبيعها له، بس أنا عارف مين صحابي اللي بجد. فهمت ده. روح شوف ألكاي. سمعت إن لارسن جاب بضاعة بنادق ومسدسات، ممكن تلاقي حاجة تنفعك. أهلا يا صاحبي. أهلا، إيه الأخبار؟ عندنا حاجات كتير لو محتاجها. ارجع تاني يا أشوفك قريب. إيه الأخبار؟ محتاج. إيه اللي بيحصل؟ ده سلاح كويس. أيوة طبعًا. متشكر جدًا. انت هنا عشان موتوسيكلك. هاي ايه الاخبار؟ هاي بقول لك استنى، ما انا ما شفتش بوزر ده بقالي فتره. ايوه هو قريب، بيتهيالي انه بيشتغل مع كوبلاند كتير الفتره دي. بقول لك ايه، بلغه اني محتاجه عشان يشتغل معايا شغلانه كده. طيب انا هقوله ده. هشوفك قريب اكيد.
الخن ممكن يجيب سرطان. هو ده. ايوه ارى. ديك سامعني؟ بوزر هو انت ليه مش على سريرك؟ مش عارف انام. فاكر اللي قلته لما كنا في النفق؟ ما تروحش هناك يا ديك، انت هتتجنن لو رحت. بوزر انا تمام. اسمع، رحت هناك علشان هناك في مسوخ، انا بقتلهم هنا وبقتلهم هناك، صيد الجوايز نفس الحاجه بالنسبه لي. ايه فايده ازهار التولب ها؟ انا شفتها يا ديك هنا على الترابيزه النهارده الصبح، نفس اللي كانوا معاها في الفرح. انا فاكر. انا مش اسمع بوزر، ريح لك شويه، لازم امشي. ديك نحول. مش تويلب يا بوزر، دي السيديوم، اعرف الفرق. فين؟ Ugh!
شامم الريحة. أكيد قربت. Yeah!
كويس. تذكر انا سامعك سين جون حول Yeah.
سان جون، انا تاكر. زي ما قلت قبل كده، بوزر انا ما شفتوش حوالينا بقالنا كام يوم. انتوا متاكدين ان هو كويس؟ انا ديكن، بوزر كويس. زي ما قلت لك هو مشغول شويه. نعمل دوريات للسيفر مارك كوبلاند ده من غير شك. انا عندي احساس انه ما بيحبنيش، اقصد بوزر. زي ما قلت انا مش مراته، ديكن حول.